بعض. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ماشي بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. اللهم بارك اللهم بارك. سمك ده قاعدة جدا على ظهرك يا رب. اللهم بارك بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على النبي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بطاطا برضو يا كريم يا رب. الله اكبر يا الله اكبر يا معلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا اغلى ناس في الدنيا؟ صباحكم زي الفل. يسعد صباح كل واحد عنده صباح ويسعد مساء كل واحد عنده مساء. انا وعم الشيخ عم شقوق طلعنا بالليل يا جماعة، وكنا قاصدين اخويا ابو مسعود على العش في مصب النيل. العش ده طبعا يا جماعة بعد اذنك عم اشرح. العش ده يا جماعة بيبقى عبارة عن سكن عايم على النيل، بيحرسوا الصناديق بتاعت السمك اللي هم بيربوا فيها. ليه الصناديق؟ بيربوا فيها ايه سريعة البوري. تمام يا جماعة. طبعا ده مكان اكل عيش ناس، هو مكان عمل، احنا مسموح لنا ان احنا ندخل المكان ده عشان احنا متربين مع الناس وايه ونعتبره منهم، يعني من 20 سنة مثلا. بمشيئة الله انا كده كده انا نازل على دنيس وعلى اروس وكده، وربك كريم. هنروح بقى دلوقتي ان شاء الله لاخويا ابو مسعود نوريلكم هو بيصطاد بوري ازاي، وان شاء الله هتشوفوا احجام بوري وهتشوفوا طريقة صيد. بص يا جماعة احنا النهاردة هنكسر قواعد صيد البوري. خليكم معانا وتابعونا ان شاء الله هتشوفوا سمك ملوش حل. ابو مسعود ده يا جماعه اخويا وحبيبي وعشرة سنين. انا هنا ضيفه طبعا النهارده الجمعه، ودول اولاده احمد ومسعود، عيالي برضو، عيالي واخواتي برضو وحبايبي. طبعا انا بنيجي نبيت هنا عندهم في العش ده. وربنا كريم. طبعا احنا هنا يا جماعه في مصب النيل، المياه دي ميه النيل. احنا حاليا الميه تدفينها مقفوله، بوابات تدفينها مقفوله، فالميه بتيجي ايه محدقه دلوقتي، تبقى فرصه بقى للسمك اللي ايه الدنيس والقروس. الدنيس والقروس وبتاع. احنا جايين نازلين على الدنيس والقروس انا وعم اشرف عم شكور. طبعا ابو ايه ايه بيشتغل على البوري. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. معلش معلش. الحمد لله. حاضر يا حبيبي نجيبه لك. ابو ايه طبعا بيرمي شوله عيش او بيربط عيش كده في حوالين الصناديق بتاعته اللي هي دي، بيجمع عليها البوري والبطاطا وبينزل بقى الايه الطرحه بتاعته. ربنا كريم ان شاء الله نعمل لكم فيديو حلو. خليكم معانا والله كريم. ان شاء الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ماشي بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم بارك اللهم بارك. سمك دراعات يا جدعان اهو على البركه يعني. اللهم بارك.
دينيسة دينيسة دينيسة. ما انا قلت له دينيسة، ما انا قايل لك دينيسة. ورينا لنا كده يا ابني، تعالى كده عشان الشمس. شايف دينيسة؟ ايوه دينيسة عم اشرف ديت. تمام انت اكتر برغاز بس. الله اكبر دينيسة. روح بقى عشان بتقعد تشطش، ما تقعش منك احنا. طلعت السمكة يا احمد؟ ابي احلى لايك. العب العب يا ابو مسعود يا جامد، اديله اديله في البطيخ. ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم بارك اللهم بارك. شايفين يا جماعه الناس دي بتصطاد ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. عجينه وبوسه بلدي. ها شوف في سمكه وقعت يا احمد. تعالى يا احمد هات السمكه دي. تعالى حطها هنا انت رقفه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. ماشي الفع يا معلم، الفع يا سيدي الناس يا رب كريم. انا لو اصطدت طبعا مش عارف نصور لكم يا جماعه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بالراحه يابا بالراحه بالراحه بالراحة. الله أكبر الله أكبر. بطاطا بطاطا مثلا مصر واحد. بسم الله يا رب. هو أحمد هياخد من إيه؟ من دم البوري عشان يعمل عجينة إيه؟ زفرة إن شاء الله. بس يلا قلت ما انتش فاهم انا هعمل ايه. ميه سمك ده يا جماعه، السمك اللي ربنا رزق بيه النهارده. دي العجينه بقى ان شاء الله. طبعا لو مفيش برضو ميه سمك بدم بناخده ميه من الايه؟ من اللي تحت مننا دي. لو هتعيش دوق تاخد من المايه اللي انت ايه بتصطاد منها. الله اكبر يا علاء. الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا بطل. ماشي بطاطا بطاطا يلا ماشي بسرعه قبل الطرحه ما تخلص يا اولاد. غريب ليه كل ما يجي على السن يجلس النص ده؟ ها مين فيهم؟ ما شاء الله في ناس تبقى وشها حلو. هو ابو احمد ده الله يجعل وشنا حلو عليكم. حلاوتك يا ابو ايه يا بتاع يا ابو ايه يا ابو ايه يا ابو ايه السمك ده ابو ايه. الله ترزق زي الحمد لله. ايه طب يلا بقى عايزين بالراحه يا اولاد بالراحه وسموا الله سموا الله كده وقولوا فتحه صلوا على النبي. اللهم صل على النبي. عندك المجاعة ماشي ماشي بسم الله. جبت شعر مين؟ انا. اوعى تنتش لا تعوضني. اوعى اوعى. اللهم بارك يا رب. اشفي العلاقة. جيب مسعود جيب شعر مسعود اخوي جيب شعر. شدي باقي. شدي باقي عشان عاوز اعمل. احمد صلوا على النبي كده صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك يا رب. إيه اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. معلش ما بقول لك استغفر ربنا. الحمد لله الحمد لله ونستغفر ربنا رزقنا هناخدوه. حلاوتك يا ابو ايه حلاوتك يا ابو ايه. بطاطا حلوه انت حلوه بس بتعكسينا انت. عايزينك تيجي بعد ما ناخدوا رزقنا من البوري. خلوا بالكم يا جماعه من مسكه البطاطا. البطاطا بتتمسك كده من ايه؟ من الخشوم بتاعها. حلوه ولا برضه برضه بطاطا بطاطا بس واحد. حلوه حلوه البطاطا ده حلوه. ما تهزوا ال عايز اهز البشاير. عز البشاير بس
هو كده بيهز اهوت على المشاوي اللي هو شوال العيش يعني. جابت نتيجه بقى؟ الله اكبر. طب ما كنت هزت لنا من شويه. ما لازم برضو، ما لقيت الحبل بيلف. ايوه بوري ده بقى طبار. طبار طبار. اي 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 صح. يلا مسعود جاب جور. ماشي يا مسعود. ان شاء الله بوري مبطره مبطره ده والله. الله اكبر مبطره زي الفل على وش عم اشرف عبد الشكور. انت ما خليك معايا هنا. بوري مبطره على وش اشرف عبد الشكور حبيبي عم اشرف. يلا يا مروه ماشي يا غمزتها كانت بتغمز معايا يا انا عارف. سمكه صغيره ماشي بس ادينا استفتحني. ده السمك ده بيدخل واكل ازاي يا جدعان؟ ابيض عشان تمطول عايز تقصر ايه؟ قصر له شويه. ايه قصر له. الله اكبر عم اشرف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ينور عليك يا معلم. ماشي. هي عشان جايه من دلها مفكرانها تقيله. تسلم ايدك يا معلم اشرف يا عبد شكور. يلا بينا. يا مسهل يا رب يا كريم يا رب يا كريم. ايه رايكم في شويه السمك دول؟ بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك في رزقه. وانتظرونا ان شاء الله. يا ريت لو الفيديو عجبكم بس دعما لينا عشان المعنويه بتاعتنا. احنا ما بنكسبش من اليوتيوب ولا حاجه على فكره، بس هو دعما بس ايه معنويه ان احنا متواجدين وفيديوهاتنا بتعجبكم. عايزك تدوس لايك، ولو اول مره شفنا اشترك عندنا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.